صباح الخير على حضراتكم، تحياتي لكل متابعي ومشاهدي برنامجنا حديث التعليمية على قناة مصر التعليمية. بنلتقي معكم سويا على الهواء مباشرة، مجموعة جميلة جدا متفردة من الفقرات. طبعا اسمحوا لي اني اعرف اول فقرة او اتكلم عنها. هنتكلم النهاردة مع اوائل الدبلومات الفنية، وده طبعا بصدد اعلان النتيجة كانت يوم 27/7، يعني تقريبا بنتكلم في اسبوع معها اعلنت يعني النتيجة بشكل عام، وكمان اوائل الدبلومات الفنية. طبعا دي رحلة كبيرة جدا توجد بالنجاح والسعادة والفرحة والابتسامة على وجه يعني هؤلاء الطلاب. رحلة استمرت لعشرة أو 11 شهر تقريبا، مجهود كبير جدا من الأباء، من الأمهات، من المدرسين، من كل من يعني له خبرة في العملية التعليمية. أكيد يوم إعلان النتيجة كان مختلف تماما في حياة طلابنا الأعزاء، في خطط مستقبلية، في أفراح، في يعني زي ما بنقول كده رسائل اهداف كتيره امام يعني اعينهم، لسه في حاجات كتير نفسهم يحققوها في الفتره القادمه. الرحله لم تنتهي بهذا النجاح او بهذا التميز وهذا التفوق، لكن لسه في خطط جميله مستقبليه ان شاء الله النهارده هنتعرف عليها من خلال لقائنا مع الاولى على الجمهوريه الثانويه فندقيه الطالبه نوران محمد حسن عباس. صباح الخير عليكي. صباح النور. صباح النور عليك يا نوران، وخلينا نبدا معاكي ونتكلم ونقول بدايه الرحله بدأت ازاي؟ انت اللي اخترتي تخصص الثانوية الفندقية، هل الاب هل الام كان ليهم دور في ان هم وجهوكي، ولا ده كان اختيارك انت لوحدك؟ لا، كان اختياري انا لوحدي. انا كنت من الاول شاعرة العرارية، من صغري كنت بحب التاريخ الفرعوني، كتابة الهيروغليفية، كنت بحبها من صغري. يعني مادة الدراسات الاجتماعية كانت محببة عندك وكنت بتجيبي فيها درجات كويسة؟ وكنت بكتب هيروغليفي وكنت بترجم. اه، فلما جبت ان شاء الله الحمد لله، لما طلعت الاولى من الاوائل في الشهاده الاعداديه، كنت دخلت ثانويه سياحه وفنادق حبا فيها، وخاصه حبا في مجال الارشاد السياحي اللي كنت بحبها، وكنت بحب تاريخ مصر العظيم كنت حابه ليه. يعني التخصص الاساسي كان فندقيه، بعد كده بيبقى في تخصص تاني ده العام، بعد كده في تخصص خاص بقى اللي انت بتتكلمي عنه هو كان سياحه. سياحه وفنادق. سياحه وفنادق ده بيجي بعد كام سنه من الدراسه؟ احنا درسنا 3 سنين. الحمد لله طلعت الاولى على الجمهوريه بحمد ربنا، وكان الفضل الاول لربنا ثم والدتي، انها ساعدتني حتى وهي كانت تعبانه، كانت قلقانه ان يكون عندها شيب اعراض كورونا، بس الحمد لله هي افضل. بس في وقت الامتحان كانت بتذاكري من ورا الباب، فكان مؤثر جامد وكان تاثير ليه جامد قوي. لا، دور الام ده بقى والقصه اللي انت بتتكلمي عنها خلينا نتكلم عنها وهنديها جزء كبير من حلقتنا، لكن عايزه اعرف يوم اعلان بقى النتيجه ويوم اخر يوم في الامتحانات، ده بيبقى عيد، بيبقى سعاده في حياه الطلاب، يا ترى اخر يوم كان عامل ازاي في الامتحانات، ويوم اعلان النتيجه كانت فعلا مفاجاه بالنسبه لك، جت بالتليفون، جت ازاي؟ اخر يوم للامتحانات الحمد لله حمد ربنا اني خلصت على خير، وكنت بتمنى ظهور النتيجه، وكنت بتمنى من ربنا اطلع الاولى. الحمد لله اتحققت، وجت مكالمه من مكتب الوزير رد عليها والدي ثم والدتي، وطبعا فرحوا. انا كنت ساعتها كنت بصلي في الاوضه ما كلمتش، بس كنت سعيده جدا وفرحانه جدا. جميل. يعني انت كنت متوقعه حاجه زي كده؟ يعني الطالب بيبقى حاسس بنفسه، انا خارج من امتحان الحمد لله مثلا وفقت في مواد كتيره، حاسس اني قفلت الماده، الدرجات اللي انا هجيبها بتبقى كويسه، ولا كان عندك هدف وكان حلم ان انت تكوني من الاوائل؟ لا، كنت حاسه ان شاء الله كنت هطلع الاولى، ان الحمد لله اجتهدت وربنا وفقني الحمد لله. يعني دايماً يعني توقع ده كان في محله زي ما بنقول كده. الحمد لله. هم في البيت بقى قبلوا الخبر او استقبلوا الخبر ازاي؟ سعداء جدا، والدي كان فخور بيا، واخويا والدتي كانت تعبانه الحمد لله، اول ما سمعت الخبر خفت فرحت جدا وكانوا سعداء جدا. خلال ال3 سنوات دراسه ما حدش لامك عاتبك قال لك مثلا انا مش عايزه التخصص ده، او انت ما كانش المفروض، يعني ما كانش في اي حاجه خلال سنوات الدراسه اللي هي الثانويه الفندقيه؟ الحمد لله وفقتي في الاختيار وفقتي في النتيجه الحمد لله. والدي والدتي واخويا كانوا بيشجعوني، هي بس الانتقادات كانت بتيجي من جدتي بس، انت جايبه مجموعه عاليه في الاعداديه، ايه اللي يدخلك ثانوي سياحه وفنادق، ادخلي ثانويه عامه؟ ما فكرتيش يا نوران للحظه ان فكره انا جايب مجموع كويس فادخل مثلا ثانوي عام، يعني ده ما اثرش فيكي خالص؟ انا داخله المجال اللي انا حباه اللي هو المجال الارشاد، انا بحبه، فلما تحب ان بحب مجال هبدع فيه. ولا فكرتي ان مثلا بعد الثانويه العامه لما تخلصيها في كليات للسياحه والفنادق ممكن تستكملي دراستك فيها؟ يعني ما كانش احد اهدافك او خططك؟
انا كنت عارفه اللي عشان ادخل جامعه سياحه وفنادق ادخل ثانوي سياحه وفنادق، يعني كنت عايزه ادخل مجال الارشاد فدخلتها عشان كده. جميل. طيب انا عايزه اقول ايه الصعوبات وايه السهوله اللي حصلت في الامتحانات؟ كيف مرت فتره الامتحانات كلها؟ كانت عامله ازاي؟ السنه دي سنه مختلفه شويه، والسنه اللي فاتت احداث الكورونا يمكن اثرت بسلب بايجاب، فقولي لي انت كطالبه كنت بتروحي المدرسه بشكل متصل بشكل منفصل؟ فاتك دروس ما فاتك ما كانش مثلا فاتك دروس؟ كانت الدنيا ماشيه ازاي؟ انا الحمد لله كنت بحضر بانتظام، بس في وقت كورونا كان منع الحضور، كان ساعتها والدتي اللي كانت بتذاكر لي خاصة ورا الباب لما كانت تعبانة، وأساتذة في المدرسة كانوا بيذاكرونا من على الواتساب. كان إيه يعني ما كانش في انتظام بشكل 100% في الحضور؟ لا أنا كنت بحضر 100% حضور، بس في وقت منعوا الحضور في المدارس، جه قرار منع حضور بالظبط، قللوا من النسب نفسها ومن أيام الحضور، فده ما كانش متاح عندك كنا يعني. بنحضر بس عملي. العملي كان منتظم برضو ولا فاتك أجزاء منه؟ لا لا الحمد لله كنت منتظم. فكره يعني الدبلومات الفنيه كلهم، يعني الحقيقه امبارح لما استضفناهم والنهارده كلكم بتتكلموا عن العملي، مهم قوي فعلا، يعني تحسي ان هو بيفرق شويه عن الثانوي العام ان هو كل الدراسه بتبقى بالتاكيد نظريه. احنا بندرس سواء في مجال السياحه او مجال الارشاد السياحي، احنا بندرس بتعمق اكتر من الثانويه العامه خاصه العملي، فاحنا لو بنطبق عملي فده الميزه لينا في سوق العمل اكتر. العملي بقى اللي بتطبقوه زيارات يعني بتروحوا ولا بيطلب منكم حاجات؟ في المدرسه بيبقى في اماكن زي سكشن خاص بالتدريب، مطعم، مطبخ. بتحبي كنت حصه العملي دي اليوم ده ما بتغيبيش خالص من لا المدرسه؟ ما كناش بغيب. وانما لو كانت في العملي كانت بتبقى كويسه يعني الحمد برضو، لله. يعني زي النظري بالظبط صح؟ الحمد لله. اكتر ماده او صعبه او سهله كانت في النظري ايه؟ من حيث المذاكره، من حيث الامتحانات، في ماده طلعتي منها زعلانه متضايقه اشتكيتي، ولا الحمد لله بتتقفل ونبدا صفحه جديده؟ لا الحمد لله اتقفلت ودينا صفحة جديدة وكانت حلوة، أنا بحب المجال فحبيت المواد. ما كنتيش بتراجعي خالص مع زمايلك تقولي لهم ايه الصح ايه الغلط؟ في ناس كنا عندها بنراجع في جروبات كان اونلاين ومدرسين اساتذة كانوا بيذاكروا لنا وكنا بنراجع كلنا اونلاين. كان الحمد لله معظم الاجابات بتاعتك بتكون كويسه مطمئنه، يعني كان بيبقى في كده اشاده بالمجهود اللي انت عملتيه او كده؟ الحمد لله. الحمد لله. طيب قولي لي يعني بعد انتهاء بقى 3 سنين دراسه تمام، التفكير بعد كده او الخطوه اللي بعد كده رايحه فين؟ انا كان حلم حياتي اني ادخل قسم ارشاد سياحي. انا قولي دايما لي بقى الاول مميزات القسم ده، احنا النهارده بنتعرف منك ومن خلالك على تخصصات جديده يمكن بنسمع عنها بس، لكن الاولاد اللي داخلينها او حابين يتخصصوا فيها هتقولي لهم ايه بقى؟ عايزين كلام كده مفيد ومهم عن القسم. هو القسم مفيد جدا، بنتعلم بنعرف حاجات كتير قوي عن تاريخ بلدنا، بنعرف الكتابه الجغرافيه، بنتعامل وجها لوجه في الارشاد مع السياح. بتدرسي جزء من اللهجه او اللغه الهيروغليفيه؟ بالتاكيد. كان بتدرسي جزء منها بتتعلميه يعني؟ اكيد. انا كان حلم حياتي ان ادخل القسم دوت، انا دايما بقول عليا اني انا كلمه بنت مصر للدكاس، وافتكر ان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس بلدي. بس فوجئت واتصدمت اني انا لما كلمت الكليات والمعاهد كلهم قالوا لي احنا ما بنقبلش قسم، ما بندخلش قسم ارشاد سياحي طلاب ثانويه سياحه وفنادق، بندخل بس ثانويه عامه. بالعكس انا درست القسم ده بتعمق اكتر وعندي خبره فيه اكتر. يعني طبيعه المواد اللي بتدرسيها متعمقه اكتر عن التاني، التاني قشور بس كده بسيطه جدا. فاكره ماده كنت بتحبيها بتذاكريها كده بحب قوي، راجعتيها اكتر من مره، كانت سهله حتى في الامتحانات؟ كله كنت بحبه وكنت براجعه، اني يعني حابه القسم ده والدراسه دي، بس هي دي اللي كانت مسببه لي مشكله لما فوجئت ان انا ما اقدرش ادخل قسم ارشاد سياحي، فده اللي انا حبيته اللي خلاني ادخل المجال ده، فانا في صدمه جدا حتى ما كده بحس ان مستقبلي هيضيع. فانا كنت انت بناشد، دلوقتي بقى عايزه تدخلي كليه بقى ولا الخطوه دي جايه ايه بقى؟ ما انا بالنسبه لي كليه او معهد اهم حاجه ادخل قسم ارشاد سياحي، فانه ممنوع لينا، فكنت بناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي الاب الحنون راعي الشباب في مصر، ووزير التعليم العالي، وزير التربيه والتعليم، وزير التعليم الفني، اني عايز ادخل القسم ده. طب هل المواد اللي انت درستيها يا نوران يعني ما رحتيش اتكلمتي؟ يعني دايما بيبقى فيه زي معادله كده لطبيعه المواد اللي انت درستيها، فكرتي تروحي المعاهد دي او تسالي ولا انت بس؟ ما انا سالت كله اللي قالوا للاسف احنا ما بندخلش قسم ارشاد سياحي غير الثانويه العامه، فده زعلني جدا مع ان القسم ده انا درسته بعد تعمق وده حلم حياتي. يعني حتى ما عرفتيش وقلتي انا درست مواد مثلا كذا ممكن تكون شبيهة او حاجه؟ قلت بس للاسف رفضوا ان ده حلم حياتي، انا حتى انا بلاش الرئيس. طيب قولي لي ايه الاتجاه التاني بقى اللي متاح امامك دلوقتي؟ لا هو حلم حياتي اني ارشاد، حتى لو ربنا ما وفقنيش وما تحققليش حلم اني ادخل الارشاد مش هكمل.
مش هتكملي يعني، هتكتفي خلاص كده بالثانويه الفندقيه؟ مش عارفه، بس انا بناشر الرئيس. تمام، انا فهمتك، انا سمعتك، لكن انا بتكلم دلوقتي على ايه المتاح امامك. انا عايزه اشوف برضو فرص، لان احنا بندي امل، احنا هنا يعني مش عايزين نقول انه بدراستك للثانويه الفندقيه انتهى، لا الكلام ده مش هينفع، لكن احنا عايزين ندي امل. فقولي لي هنا بنتعرف منك على ايه المجالات المتاحه، سواء كانت كليات، معاهد، الحاجه الثانيه، الاوبشن الثاني. فهل في ممكن يكون مثلا تخصص بيدرس زي ما انت بتقولي جزء من الارشاد مع مثلا حاجه تانية؟ يعني ما سالتيش كتير او ما عرفتيش كتير؟ انا كلمت الكليات الحكوميه والمعاهد. للاسف كليات بيدخلونا اسمه نظام تعليم تبادلي، بنشتغل مده 4 سنين تبع شركه. ده هي ده كل شيء بالنسبه للحكوميه والمعاهد، دره فندقيه بس، وده القسم انا مش حباه. التبادلي ده في جزء من الارشاد هتدرسيه؟ للاسف لا، برضه بعيد خالص. ان يعني انا حلم حياتي هو دايما اللي خلاني ادخل المجال ده هو الارشاد، هو اللي هعرف انجح فيه وابدع فيه. طب وانتي ما كنتيش تعرفي المعلومه دي من الاول يا نوران مثلا قبل التخرج؟ بالعكس، هما قالوا، انا اخويا كمان بكالوريوس سياحه وفنادق، وبعدين لما دخل كان هيدخل ارشاد، وقالوا انه يدخلوه. اخويا ثانوي كان دخل ثانوي الالسون، قالوا لا احنا ما بندخلش قسم ارشاد سياحي غير لثانويه طلاب ثانوي سياحه وفنادق الحكوميه والثانويه العامه، وانا مدرستي حكوميه. ايوه، فانا فدخلت المجال ده. طيب. حتى اخويا دخل المجال ما بيحبوش. تمام، يعني زي ما انت بتقولي سالتي، يعني مش اللي هو دخلتيه حبا فيه او ان انت استسهلتي الدراسه في القسم ده، لا بالعكس، كان في معلومات قبل كده سابقه يعني. جميل. طيب يعني عايزه اقول بشكل عام الدراسه انت قلتي كانت ممتعه جدا فيه، واتعلمتي ايه بقى، او يعني افادك في ايه بشكل عام الدراسه في القسم دوت، علشان لو حد عايز مثلا هو يدخل فنقول له ايه الجميل عن القسم ده من حيث العملي، من حيث النظري، من حيث الزيارات الميدانيه، من حيث يعني الحاجات اللي انت عملتيها افدتي بيها القسم. المجال ده فيه ميزه ان احنا بيبقى علينا خبره في مجال السياحه والفنادق، و في معلومات نظريه كتير مثلا بتحفظيها، ولا هو العملي اكتر من نظري؟ هو العملي بيبقى الاساسي والنظري بنطبق عليه. ايوه، فبيبقى العمل كتير يعني، الحمد لله، عشان ما تحسيش ان انت بتحفظي معلومات كتير او كده يعني، صح؟ انتوا عددكم كنتوا كتير مثلا في القسم ده او في هذا التخصص يعني؟ كانت مدرستي عدد كبير. لا يعني انتوا بتتخصصوا بقى اكتر من تخصصات، هي المدرسه كلها هي ثانويه فندقيه، صح؟ انا بحسب ان هو فصل واحد بس. لا من لا. المدرسه بس للاسف المدرسه خلتنا كلنا تخصص واحد اللي هي انتاج وخدمه. ده اجباري، ما نقدرش نختار فيه. البنات بيقبلوا بقى على الثانويه الفندقيه زي الولاد، ولا العكس بقى؟ انت شفتي ودرستي 3 سنين، مين اكتر اقبالا يعني؟ لا، البنات والولاد كتير. يعني ما فيش فرق مثلا يعني؟ لا. يعني ده مش تخصص زي ما بنقول فيما بعد بيبقى محتاج مثلا رجال اكتر او ولاد اكتر؟ لا، هو محتاج خبره اكتر ولغات، ويكون ولغات. كنتي بتفكري احد الاهداف ان انت تتعلمي مثلا لغه او لغات او كده؟ فعلا في وقت الدراسه كنت بتعلم كورس امريكان، وكنت جزء فرنش. ده كان مطلوب منك يعني؟ ده من ضمن الحاجات حتى يعني وانت بتعرضي نفسك دلوقتي على دخول الكليات او المعاهد، ما قلت لهمش مثلا انا معايا لغه او انا اخدت كورسات او كده يعني؟ كلمتي؟ للاسف بيرفضوا، ما ينفعش ادخل قسم، هو ده اللي خلاني ازعل جدا، وبنشر الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير التعليم العالي اني عايزه ادخل القسم ده، انا ده اللي حباه وهقدر ابدع فيه. من غيره مش هقدر. ايه بقى المتاح قدامك دلوقتي يعني بعد هذا التخصص وبعد الدراسه وبعد ما بقيتي الاولى؟ فاكيد الجهد ده مش هيروح كده يعني على الفاضي. ايه المتاح مثلا امامك وممكن تفكري فيه؟ المتوفر بالنسبه للمعاهد الخاصه دراسات سياحيه وفندقيه فيها موجوده. أيوة. بس دي معاهد خاصه بقى، صح؟ قريبه من بيتك، بعيده عن بيتك يعني؟ في كذا مكان، كتير، بس هو للاسف دول موافقين ممكن يقبلوا. بس للاسف انا حابه مجال الارشاد، مش حابه مجال دراسات سياحيه وفنادق. سياحه وفنادق لكن مش ارشاد. ارشاد سياحي قسم، ودراسات سياحيه وفندقيه دي حاجه ثانيه. انت ارشاد عشان كنت عايزه تبقي بقى مرشده سياحيه يعني، الفكره دي متعمقه قوي عندك وحباها من زمان يعني. واللي خلاني اتحمس اكتر بقى الموقف بمميات العظيم، خلانا احب المجال ده، وحسسنا ان احنا لينا حضاره عظيمه للاسف كانت مش مهتمين فيها بقالنا فتره، والرئيس عبد الفتاح السيسي هو اللي اهتم بيها. جميل. طيب الفندقيه اللي انت اتكلمت عنها او التخصص التاني ده بيودي فين، او مستقبله ايه، او الواحد يتخرج منه يشتغل ايه؟ مطعم، مطبخ، الفندق. دي الحاجات اللي هي كده، لكن بعيده خالص، اقصد اقول ما فيهاش اي مزيج مع الارشاد خالص تماما يعني، صح؟ التخصص ده منفصل تماما يعني؟
طيب يعني عايزه اقول بكل السنوات بتاعت الدراسه ال3 سنين ما كانتش فيه اي صعوبات اشتكيتي منها، او يعني الحمد لله كنتي مبسوطه وسعيده بدراستك فيه يعني. تغيير، انا كنت حابه المجال ده. يعني ما كانتش فيه اي حاجات جيتي في السنوات الاخيره مثلا اشتكيتي منها او كده خالص تماما يعني؟ بالعكس انا كنت سعيده جدا، هو بس بعد التخرج وعرفت النتيجه هو ده اللي صدمني، اني انا ما اقدرش ادخل ارشاد سياحي. هي دي النقطه الوحيده اللي انت عرفتيها فيما بعد يعني، صح؟ وبتمناها من الرئيس عبد الفتاح السيسي، انه حقق لي حلمي اني ادخل ارشاد. طيب انا عايزه برضو اتكلم بقى معاكي اكتر عن الدراسه في القسم ده، يا ريت تقول لنا كده معلومات عنها. احنا كنا بندرس مواد، كتير عن السياحه والمطارات والمنتجعات والارشاد، حاجات كتير، وكانت المواد كانت حلوه، وتخلي لو حد دخل المجال ده هو بيحبه هيبدع فيه وهيحبه جدا. الدراسه السنه دي كانت مختلفه شويه، حكايه الكورونا دي يعني كانت مأثره معاكوا ولا الحمد لله؟ يعني انت طبيعتي كنت ملتزمه، كنت منتظمه في شغلك، كنت عامله اهداف لنفسك، عامله خطط لنفسك؟ هو كان وقت كورونا أصعب، بس كان الأساتذة أنا بشكرهم جدا إنهم ساعدونا في وقت كورونا، كانوا بيذاكرونا أونلاين بدون أي مقابل، مستر محمد مهدي ومستر أحمد حمد مدير الدراسة المدرسة. أونلاين كان أخبارها إيه بقى؟ يا ترى زي برضو الدراسة كده التقليدية في المدرسة ولا اختلفت شوية؟ لا لا، كانوا بيذاكرونا وكانوا بيشرحونا بساعة وساعتين أونلاين، كنا مستفيد جدا. جميل. جزيل الشكر لجميع الأساتذة في مدرستي. وكان في تواصل بقى من خلال زي ما انت قلتي منصات مثلا تعليميه او واتس، يعني دي كانت الطرق المتاحه هي قدامك. عن طريق دي بتعوضك عن المدرسه، كانت بديل عن المدرسه. هي كانت بديلة ان هو يدونا الدروس ويفهموها لنا، جميل كانت والدتي كانت برضه كانت بتذاكر لي. جميل، شكرا لك يا نوران، وهنلتقي بعد هذا الفاصل مع برضو طالب من اوائل الدبلومات الفنيه، انتظرونا وهنرجع معاكم مره تانية ونتواصل في برنامجنا حديث التعليمين. نجدد لكم التحية من جديد مشاهدينا الكرام، رجعنا معاكم ولسه بنستكمل فقرتنا مع أوائل الدبلومات الفنية على مستوى الجمهورية. فرحة جميلة، فرحة عامرة، كان لازم طبعا احنا نلتقي معاهم ونسألهم عن رحلتهم كيف كانت وازاي انتهت وايه الخطط المستقبلية. معنا الطالب عصام مجدي علي من أوائل الأول في التعليم الفندقي تخصص الطهي أوائل التعليم المزدوج. ازيك عامل ايه؟ تمام الحمد لله. خلينا نتكلم معاك ونقول رحلتك بدأت ازاي وليه اخترت التعليم فندقي تحديدا؟ والله رحلتي بدأت من بعد انتهاء اعدادي، كنت بفكر انا وابويا ان انا اخش ثانويه عامه زي اصحابي يعني، زي ما الاساتذه كانوا متوقعيني، بس والدي قال لي يعني انت كنت جايب مجموع كان ممكن يدخلك كان العادي كويس. الثانوي العام. تمام. كان مجموع عالي، فوالدي قال لي طب خليك في حاجات تانية، نشوف لك حاجات تانية افضل، عشان كان بيبص لقدام اللي كان عايزني اشتغل بعد ثانويه عامه اسهل. بالظبط. فبدأ يقول لي، بدأ يجيب لي اقتراحات لمدارس تانية، فانا عجبتني ثانويه، عجبتني ثانويه لساعة فنادق، عشان كان فيها دراسه بره في الفندق، فعجبني الحوار فكملت فيه. يعني بدات تاخد معلومات وتسال عن تفاصيل كتيره عن القسم ده والتخصص ده. بالظبط. جميل. هو كانت الدراسه كام سنه فيه؟ 3 سنين. 3 سنين، قول لي ازاي بقى ال3 سنين مروا ازاي بقى؟ يعني ممتعه، صعبه، سهله، في عملي، في نظري؟ هي بصراحة كانت صعبة، كان بيبقى في يومين نظري في الفندق و4 أيام عملي في أي منشأة. كان أنت اللي بتختارها ولا هما اللي بيقولوا؟ لا، هما اللي بيختاروا لي المنشأة من محددة يعني. والعملي ده درجاته مهمة جدا. درجاته بتفرق في المجموع كبير. أنت كنت متفوق في العملي ولا بالممارسة بقيت أحسن؟ لا، كنت متفوق في العملي ويشهد لي الفندق بكده الحمد لله، وكنت في النظر كويس تمام. طيب عصام، بتاخدوا في النهاية زي شهادات كده بتجيز أو تقول إنكم دربتوا سنوات فترة معينة مدة معينة في الأماكن دي؟ في شهادة خبرة 3 سنين في من المنشأة، بستلمها بعد ما بخلص إن شاء الله. جميل. السنة دي بشكل عام مرت إزاي مع أحداث بقى الكورونا؟ كان في انتظام في المدرسة؟ السنة دي كانت صعبة عشان فترة كورونا، في بعض المدرسين يعني فضلوا لهم ما يدوش دروس عشان الفترة دي، فكان صعب إن احنا نلاقي مدرسين للمواد، عشان كان كلهم يعني متجهين اللي هم ما يبطلوا تدريس الفتره دي يعني، قبل ما الفتره دي تعدي وبعد كده يكملوا ان شاء الله. بس انت حضرت لحد اخر وقت ولحد يعني اخر يوم في الدراسه، ولا انت كنت برضو بالنسبه لك مفيش استمراريه؟ عدى عليا شهر، كنت بعض الدروس كنت باخدها اونلاين والباقي ما كنتش متابع فيه، بس كنت متابع فيه مع كتب المدرسه يعني، ما سبتش ولا ماده الحمد لله. عموما الدراسه في القسم ده كانت ممتعه بالنسبه لك، يعني انت ما ندمتش ولا يوم ولا لحظه على اختيارك للقسم؟ لا لا، كنت في الاول عشان كان الموضوع صعب عليا، من مواصلات، من مواد لسه جديده عليا، كان في الاول الموضوع صعب، بس جيت في تانية وتالتة حبيت الموضوع وحبيت القسم الحمد لله اللي انا فيه، والدنيا بقت تمام.
ولاد بنات مين اكثر اقبالا على التعليم الفندقي، تخصص الطهي تحديدا؟ لا تخص الطهي اكثر اقبالا فيه بيكون على الولاد، في للبنات في ارشاد، في اشراف داخلي، انما مطعم ومطبخ دول بيكون ولاد اقبال فيه ازيد بكتير. يعني العملي بقى كان عبارة عن ايه؟ يعني انتوا يعني بيبقى في جزء انت بتتعلم فيه ازاي يعني تتعلم تعمل وجبات، ولا بيبقى في جزء اشراف مثلا ازاي يعني قول لي كان الجزء بتاع المطبخ عبارة عن ايه؟ العملي كان 4 أيام، كنت تدرس في المنشأة، منشأتي كانت في الهرم، فكنا بنروح الشيفات هناك بتخصصنا أقسام محددة عشان هو في 5 أقسام. أنا كنت متخصص جارد منجو وسلطات، كنت متخصص فيها والحمد لله كنت تمام واقف في القسم اه خالص. يعني كل واحد فيكم كان بيتعلم حاجة مختلفة خالص تماما مجال. انت حبيت مجال اللي هو السلطات ده وكده يعني اه، كانت كويسة. بس برضو بتاخد فكرة عن التخصصات التانية صح؟ بتلف اصلا كل 3 شهور، بس بتيجي في سنه بتحدد قسم بتاعك. انت في اول سنتين كل 3 شهور بتروح قسم مختلف، وفي السنه الاخيره القسم اللي مناسب ليك انت بتختاره. علشان لما تخلص تقول بقى انا الجزئيه دي بتاعتي، يعني لما تيجي يبقى هو تعرض ده نفسك على تخصصي اشتغل فنادق بيه او منشآت او حاجات تقول انا الجزئيه دي بتاعتي. بالظبط. اه جميل. طيب انا عايزه بقى اقول يعني فتره الامتحانات كانت عامله ازاي؟ كان في تواصل برضو مع المدرسين؟ كان في منصات تعليميه؟ الامتحانات كلها عدت سهله صعبه؟ هي الامتحانات كانت في اولها كان سهل، يعني ما كناش متفاجئين، والجدول كان كويس، كان مترتب بطريقه كويسه، والاساتذه كانت متابعه معانا خطوه بخطوه، وفي اساتذه محدده يعني تابت معانا، وكانت يعني كانت معانا لاخر لحظه بالتليفون، وامتحانات يكون سهل لنا تاني يوم كانوا امتحانات وكده. بيتوسموا فيك ان انت هتكون من الاوائل، ولا انت ملتزم؟ آه يعني الحمد لله مش في الدراسه، بتجيب درجات في السنوات الماضيه كانت كويسه. يعني تمام. عايزه اعرف يعني يوم اعلان النتيجه كلمت المدرسين قلت لهم، اكتفيت باهلك في البيت بس ان انت طمنتهم؟ انا الحمد لله في طول على مدار ال3 سنوات كنت انا الاول في مدرستي على مدار ال3 سنوات، فكان المدرسين كلهم متوقعين اللي انا، وانا برضو كنت متوقع كده، بس ما كنتش متوقع ان انا هطلع الاول، بس يعني كنت الاول على متوقع. المدرسه تختلف تماما عن الاول على مستوى الجمهوريه، فاكيد يعني يوم اعلان النتيجه بقى ده كان ماشي ازاي؟ قالوا لك الصبح؟ قالوا لك بالليل؟ انت اللي رديت على التليفون؟ استقبلت المكالمه؟ انا كنت نايم، والدي هو اللي رد على التليفون من مكتب الوزير، تمام. فوالدي كلمه قال له ابن حضرتك طلع الاول على الجمهوريه، والدي قال له الف مبروك، فانا صحيت عليها. انا كنت عارف ان النتيجه هتطلع تاني يوم، اه انت منتظر يوم العادي بتاع كنت النتيجه؟ منتظر يوم النتيجه، فوالدي راح مبشرني الحمد لله، وعرفت والدتي واتصلت بالاساتذه بتاعهم طمنتهم، الحمد لله كان يوم كويس. كلهم بقى قالوا لك يعني كنا متوقعين الاول على الجمهوريه، ولا هي بس يعني المنطقه المدرسه كانوا متوقعين طبعا المنطقة والمدرسة والمحافظة، بس الأول على الجمهورية دي كانت كبيرة الحمد لله، كانت والحمد لله وصلت كبيره لها. يعني؟ بس عموما وانت خارج من الامتحانات كان في حاله كده من الارتياح كده، ولا برضو كنت بتبقى قلقان تفتح بقى الورق تبدا تراجع تسال؟ هو أنا مكنتش براجع بعد الامتحان، عشان مراجعة بعد الامتحان طول عمري بقول لا ملهاش لازمة. مزعجه. انت حتى ممكن تتضايق من يعني الامتحانات انت اللي جاية. من الطلاب اللي بنقفل الورقه وانتهى الموضوع؟ واخش الامتحان اللي بعده الحمد لله. فما كنتش بتحب المراجعه نفسها. لا ليالي الامتحان بقى كانت في توتر، في كده تهيئه المناخ في البيت، الاسره كانت بتشجعك ازاي؟ هي كان ليلة الامتحان كانت بتبقى ليلة صعبة، عشان كان الامتحانات ورا بعض على طول، ما كانش في فترة أجازة في النص، كان ممكن يدينا يومين أجازة في الأسبوع كله، فكان بيبقى ضغط، ومواد الفندقة بتكون تقيلة أصلا، عشان موادها بتبقى كبيرة ولا تقيلة في المحتوى في مواد والموضوعات؟ معينة تقيلة وفي مواد معينة برضو تكون كتير، فصعب إن أنت تلمها عايزة كلها. تركيز كتير. وامتحاناتها بتيجي صعبة، أيوة بس عدت الحمد لله. بس الحمد لله البيت كان فيه تشجيع، وكان فيه ناس وقفت جنبك بالكلمات بالتدعيم، يعني الحمد لله صندوق كتير يعني. جميل. ما حدش يعني في هي 3 سنوات الدراسة ولا 5؟ 3. 3. ما حدش لامك ولا عاتبك خالص على التخصص دوت، او من سنة اولى لحد سنة تالتة، ولا قال اي حاجة في اختيارك للتخصص يعني؟ لا لا، هو كان اصلا التخصص ده انا شايفه كويس، وبرضه انا بمشي على كلام والدي، برضه هو اللي كان عايزني اخش التخصص ده. واولى وتانية كانت فيه برضو يعني الحمد لله نجاح، كان فيه تميز كده يقول ان سنة تالتة هتكون مطمنة؟ اولى وتانية كان اه كنت متأهل لسنة ثالثة احسن، م. وبرضه خدت على شكل المواد وتعرفت عليها اكتر. لا يعني اقصد وقفت في الدرجات، كنت بتجيب درجات في اولى وتانية كويسه، ايوه، كانت مبشره بخير انا كنت الاول فيها اولى وتانية في برضه؟ المدرسة.
الحمد لله يعني. هو ده طمني في الامتحانات اللي بعدها. وانت داخل تالتة كنت مطمئن يعني، صح؟ كنت عارف ان الحوار هيبقى اسهل يعني. فترة المراجعة كانت في فترة بقى كده بتخصصها للمراجعة، سواء قبل الامتحانات، ليلة الامتحانات، كنت بتراجع المواد، ولا انت بتقول المواد كانت تقيلة وكتيرة فما كانش في وقت؟ لا هو كان في وقت قبلها، كان قبل اسبوعين يعني، كنت بخلص دروسي كلها ارجع البيت على الساعه 6 7 بذاكر لغايه ما انام، ممكن انام 11 12، فكان ده بيسهل عليا ان انا كنت بلم، ممكن الم في اليوم ماده على اساس ان انا كنت مذاكرها قبل كده، تمام. فده كان سهل عليا ليله الامتحان. عصام، كان في وقت ترفيهي كده للنفس كده، ان انت تنزل تتمشى، رياضة، تتفرج على التلفزيون، قراية، تسمع موسيقى، يعني كان في كده اهتمامات، ولا دايما الاوائل بيبقى وقتهم كله لا لا مخصص؟ لا خالص، هو ما كانش كل حياتي مذاكرة ودراسة، لا أكيد كنت بنزل أقعد مع أصحابي وكل ده. يعني انت من الناس اللي شايف انه مش عشان انا مثلا داخل ثانوية عامة، او ان انا داخل مثلا ثانوية فندق، يبقى حياتي كلها تنتهي، وعلاقاتك بالاخرين، لا اصحابك، أصلا خروجات، مفيش خالص. لا، محدش يقدر يكمل يقضي سنة كاملة بالطريقة دي يعني، كلها مذاكرة حتى يتقفل في آخر السنة. بالظبط. طيب الحلم بقى والخطة اللي جاية رايحة فين؟ ان شاء الله لو معهد فني عسكري بيقبل من سياحه وفنادق، ان شاء الله والدي بيفضل انا اخشه، ما قبلش ان شاء الله اخش جامعه حلوان كليه سياحه وفنادق. سألت يعني، كان في بعض الأسئلة او في المسألة العسكري ده وكده، ولا لسه لحد لا دلوقتي؟ لسه لغايه دلوقتي ما اتسالتش، يعني انت لحد انا من يوم بتمناها 27 يعني. لحد النهارده لسه لحد دلوقتي ما فيش اي خطوة اتعملت لا يعني. هو كان اقتراح من اهلي لسه، كان من كام يوم يعني. ممكن تدخل كلية سياحة وفنادق دي برضو، ممكن التخصص بتاعك يتقبل فيها. يعني اللي هو تخصص الطهي او كده، ممكن ما فيش مشكله، عارف ومتاكد من انه الحمد بياخدوا لله. دبلومات فنيه وكده يعني، صح؟ بعد كده عايز تكمل في كليه السياحه وفنادق، برضو التخصص بتاعك بقى اللي هو فنادق، صح؟ يعني ان شاء ده الله اللي انت هتكمل برضو فيه ان شاء الله يعني. ان شاء الله اكمل. جميل. انت حلم بقى او الطموح بتاعك بعد بقى لما تخلص عموما يعني الدراسه، حاطط يعني اهداف معينه، ولا برضو دي سايبها بقى لما تستمتع بدراسه 4 سنين في كليه السياحه وفنادق؟ ان شاء الله بعد ما اخلص دراسه ال4 سنين كليه سياحه وفنادق، مفكر ان انا افتح مطعم لو الدنيا كويسه معايا، عشان حابب مجالي وده اللي انا هشتغل فيه بعد يعني مش كده ان شاء هتبقى الله. موظف عادي او بتشتغل عادي، لا انت عايز يعني عندك حلم ان انت تعمل بقى الكافيه بتاعك او المطعم بتاعك بنظام معين، يعني عايز تكون مختلف تماما عن الاخرين يعني. بالظبط ده كان في مخيلتك او كان في تصورك من زمان يعني. جميل. بالظبط. عايز يبقى معاك ناس تانيين يساعدوك ويشاركوك وكده، ولا هتبقى مستقل بنفسك؟ لا يعني اكيد في الاول مش هعرف اكون لوحدي، اكيد في الاول ابقى محتاج ناس معايا، بس بعد كده ان شاء الله هبقى لوحدي. بص، التخصصات دي عموما اكيد بتحتاج ان انت تسال عنها من وقت لتاني يعني، انت عارف كده، مش معلومه مثلا قالها لك واحد جارك او واحد قريبك من سنين، لان الامور بتختلف والمعايير بتختلف، ما فاكيد فهمت. يا عصام انت هتسال، صح يعني، اكيد او من دلوقتي هتبدا تسال يعني. اكيد من دلوقتي هبدأ اسأل. طب ولو جالك بقى العسكري او سياحه وفنادق، هتختار ايه؟ اختار الفن العسكري. اكتر يعني. ده برضو هيوصل لفين بقى، او يعني بعد كده يحصل ايه، التخصص بتاعك او المجال ايه؟ لا انا صراحة لسه ما اعرفش بس دي 4 سنوات دراسة، صح؟ بالظبط. بالظبط. ودي طيب تعرف اذا كانت عايزة معايير معينة تكون مثلا متوفرة فيك، او في امتحانات، في اختبارات وكده، ولا ايه؟ هي اكيد فيها اختبارات، بس انا لسه ما اعرفش عنها اي حاجه، غير ان هي اصلا لسه ما اعرفش هي بتقبل من سياحه فنادق ولا لا. لسه دي مش عارفها لا يعني، مش متاكد ولا منها. تعرف حتى مكان الكليات، قريبة، بعيدة عنك او كده لا خالص. كده. بس ده كان حلم والدك وانت حابب انك تحققه يعني هي اكتر دي يعني. وجهه نظري بقى، اللي انا عايز اخش فن عسكري لو بتقبل من سياحه فنادق، ما فيش ان شاء الله جامعه حلوان. بس انت في السنة، في ساعة بقى دخول بعد الإعدادية، انت اخترت مجالك، في المرة دي هتسمع كلام بابا، او يعني مرتاح اكتر لرأيه انا في يعني. المرتين سمعت كلام ابويا وفادني في اخر السنه. انا في اعدادي كنت بفضل ان اخش ثانويه عامه مع اصحابي وكده، بس والدي قال استصعبت لي طريق الثانوية العامة يعني، كانت ليه الرفض التام ليها، كان سببها ايه؟ انا ما استصعبش، انا كنت اصلا كنت مأيدها، انا كنت عايز اخش ثانويه عامه، انا بحب المذاكره وبحب كل ده، فكان جديد عليا ان انا اخش ثانويه فنادق. كنت بقول انا مجموعه عاليه، والدي ازاي اخش ثانويه فنادق؟ قال لي اسمع كلامي بس، وان شاء الله اللي جاي افضل، والحمد لله تمام. حد من قرايبك، معارفك، جيرانك دخل التخصص ده واداك معلومات، سألته، ولا انت كنت اول واحد كده في العيلة؟ لا تقريبا انا اول واحد. يعني انت اخدت التجربة واخدت الحلم وقلت يعني هشوف زي ما تيجي بقى يعني. انت اول واحد هيفيدهم بعد كده بالمعلومات ان شاء يعني. الله. يعني اليوم بتاع اعلان النتيجة، يعني الفرحة كانت عاملة ازاي؟ قولي المشهد نفسه كان عامل ازاي،
طبعا وسط ماما وبابا وكلمت قرايبك، كان في تليفونات جايه لك كتير بقى من اصحابك من قرايبك، بالظبط. لما قلت لهم اول يعني كانت الدنيا عامله ازاي؟ هو طبعا اهل بيتي كانوا فرحانين جدا، واتصلنا اول حاجه بالاساتذه، طمنهم اساتذه معينين، واصحابي طبعا اول ما عرفتهم ما كانوش مصدقين في الاول، بس لما لقي صور نزلت في اليوم السابع والجرايد صدقوا وفرحوا بيا بقى وكل ده تاني يوم بدأت انت تعمل سيرش بقى، وبدأت ان انت تجيب بالظبط الجرايد او حتى تدخل الانترنت لقيتها وتشوف الخبر جديته وكان عامل بالظبط. وكنت ازاي. بلاقي يعني مقالات، وكنت بلاقي في صحف كاتبه عني كلام كويس. في هتتعمل لكم زي حفلة او يعني تتويج او تكريمة هيتعمل لكم الفترة الجاية، دعوكم لحاجة زي كده؟ في استاذ سعيد اتصل بيا مكتب الوزير قال لي ان شاء الله بعد ظهور نتيجه ثانويه عامه هنكرمكم كلكم مع بعض في مؤتمر. هيبقوا بالظبط الثانوية العامة مع الدبلومات الفنية. مستعدة طبعا بقى لليوم دوت، لانه ان شاء الله يعني يوم تاريخي بقى، مش هيتعاد، مش هيتكرر مرة تانية، صح؟ اكيد وهتاخد بقى قرايبك وكده معاك في اليوم دوت. يعني جميل، يعني الحقيقة الأحلام دايما بتكون جميلة، وزي ما انت قلت كل لما حطينا خطط، كل لما حطينا يعني أهداف وحاولنا ان احنا نحققها، انت قلت دلوقتي أحد يعني اتجاهين قدامك، لكن انت بتفضل أكتر الفني العسكري يعني، صح؟ طيب حاول تسأل بقى عنه، يعني فكرت الفترة الجاية ان الفترة انت الجاية من النهاردة إن شاء الله هتابع معاه وأشوف الدنيا. تعرف معلومات كده بحيث انك تكون يعني عارف او فاهم القصه رايحه فين او جايه منين يعني. لكن مفيش بالظبط. حد عندك في العيله مثلا دخل العسكري او الفني ده قبل كده، صح؟ لا انت اول واحد يعني. انت قلت لي ان الدراسه في القسم الولاد والبنات، يعني ما نقدرش نقول انه التعليم الفندقي او الطهي تحديدا بيميل ليه اكتر البنات او الولاد، صح؟ لا هي تخصصات زي ما حضرتك في الاول، الارشاد والاشراف دول بيكون اكترتهم بنات، المطبخ والمطعم عشان بيحتاجوا مجهود جسمي اكتر، فالبنات ممكن ما يستحملوش، فغالبا الولاد بيكون في القسمين دول. بيبقى في بقى زي معين، لبس معين يعني، كنتوا بتبقوا رايحين ازاي؟ هو طبعا الفندق بيكون ليه لبس معين، لبس الشفات اللي هو توكو وجاكيت وابرم وبنطلون، ده لبس خلال الشفات ساعات العمل او التدريب اللي انت كنت موجود فيها لازم تكون بالشكل ده، لازم ده من ضمن الحاجات اللي انت بتقيم عليها، صح؟ التقييم كان بيتم بناء على ايه؟ بناء على التزامك، مواعيد حضورك، طاعتك، وعدم شغب طبعا في المنشأة، وبرضو على أساس درجاتك في المدرسة، كل ده كان بيتقيم وبيتجمع وبيروح المدرسة آخر السنة. كل دوت بيتبعت وضمن الدرجات بتاعتك. كذا مادة درستها كانت اللي هي الطهي دي، يعني أكتر من مادة، صح؟ هو لا هي طهي تخصص واحد. مادة واحدة بس يعني، جبت فيها درجة كويسة؟ الحمد لله. الحمد لله. كنت الأيام بتاعت التدريب مبسوط وانت رايح يعني، بتبقى سعيد؟ في طلبة كتير تلاقينا معاهم بيقول لك العملي ده بالنسبة لنا حاجة مهمة جدا، ولما حصل حتى كورونا وما كانش فيه التزام قوي بالعملي زعلنا. فعلا يعني بيبقى جزء من الدراسة مهم. هو فعلا مهم جدا واتعلمت منه كتير، بس كان بيبقى صعب عليا في المواصلات عشان كان المواصلات بعيدة، هو كان في الهرم وانا كنت من حلوان، فصعب، ده اللي كان ممكن يقفل اليوم كله يعني، بس الحمد لله لما كنت بوصل منشأة كان الدنيا بتتغير عدد يعني. ساعات كانت التدريب بقى قد ايه تقريبا؟ 8 ساعات 8 ساعات. يعني تقريبا مثلا بتيجي من الصبح لحد مثلا 5 6 بالليل او حسب، ولا هي كانت ساعات دي بقى حسب وصولك؟ لا هي كانت على حسب الشيفت المحدد ليك. الشيفت المحدد ليك ولازم تلتزم بالثمان ساعات ان انت تعملهم. وكان في تعامل مع يعني الكلاينت او يعني الزباين وتخرج في المكان، ولا انت كل علاقتك كانت بالمطعم بس؟ لا انا طبعا كان في تعامل بيني وبينهم، وكنت الاوردر اللي بنفذه طبعا بيمر على الشيفات، بعد كده بيطلع بره ان شاء الله تتفرج على اعادة الحلقة النهاردة وتعجبك، ان شاء الله. وامنياتك واحلامك جميلة، ويا رب تحققها ان شاء الله كده، والتفوق ده يستمر بقى، احنا مش عايزينه ان بس شاء كان الله في الاعدادية ولا كان في الثانوية، لكن ان شاء الله يكون مستمر بإذن الله. عصام كل الشكر ليك على وجودك معانا النهاردة، ويا رب تمنياتنا قناة مصر التعليمية دايما بالتفوق. شكرا ليك شكرا. مشاهدينا، فاصل وهنتواصل مع حضراتكم مرة تانية ونرجع لفقرة جديدة من فقرات برنامجنا حديث التعليمية، ابقوا معنا لحظات وهنرجع مرة تانية.